النشرة الاقتصادية من القدس .com. أهلا بكم. قالت الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار الفلسطيني في قطاع الصناعات الإنشائية أن الشركة أدخلت 1000 طن إسمنت لقطاع غزة لصالح المتضررين من المنخفض الجوي بأسعار تفضيلية عن السعر القديم، ووزعتها على التجار الموزعين في مناطق القطاع لتوفيرها للمواطنين المتضررين من المنخفض. استأنف المؤشر الرئيسي في بورصة فلسطين ارتفاعه الأسبوع الماضي مدعوماً بالأداء القوي لسهم شركة الاتصالات الفلسطينية إثر إعلان الشركة عن تحقيق أرباح بمقدار 92 مليون دينار العام الماضي. وعلى صعيد النشاط، فقد انخفض معدل عدد الأسهم المتداولة إلى حوالي 750 ألف سهم يومياً من حوالي 2 مليون سهم يومياً في الأسبوع الذي سبقه. قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد إيران على وشك أن يبدأ بالتعافي من ركود حاد مع انحسار التوترات بشأن برنامجها النووي، وفي تحذير إلى الشركات الأجنبية التي تأمل في الاستفادة من ذوبان الجليد الدبلوماسي. قال الصندوق إن السياسات الاقتصادية لإيران تفتقر إلى الوضوح. سجل النمو في منطقة اليورو تحسناً طفيفاً في نهاية العام الماضي في مؤشر على أن الانتعاش ما زال هشاً. وأظهرت بيانات أولية من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن اقتصاد المنطقة نما بمعدل 3% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية كانون الأول الماضي. وأخيراً أسعار العملات مقابل الشيكل.